انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها سيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب اكثر من مليون مسيحي في مصر مليون ومئة وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هتراجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة عن الشيف القس دوماديوس وطريقة عمل الكيكة ببيضة واحدة. والمشكلة مش في عمل الكيكة ببيضة واحدة، المشكلة ان ازاي كاهن او رجل دين نصراني يسيب الملايين اللي بيسرقها من العشور اللي بيدفعها النصارى ويروح يشرح في فيديو للناس طريقة عمل كيكة ببيضة واحدة علشان يحل ازمة غلاء الاسعار. نشوف الاول الفيديو ده للكاهن وهو بيتقمص دور شيف، والحلقة اللي جاية ان شاء الله هيتم عرض تسريب بيعترف فيه ان عنده عقارات واراضي بملايين الدولارات. واحد امين. اهلا بكم احبائي اخواتي في مصر وكل مكان في العالم، كل سنة وانتم طيبين. فترات الفطار فترات قليلة، وانا تعلمت حاجة جديدة بسيطة جدا وسريعة بسرعة قبل ما ياخدني الوقت. احنا هنعمل كيكة للولاد المستعجلين في كوباية في الميكرويف او في الفرن في 7 دقايق. يا عيني على الحلو لما تبهدله الايام. او لو حد مش عايز يفطر، هي بيضة واحدة بس، كل التكاليف اللي علينا بيضة واحدة. البيضة وصلت كام؟ اللي هنجهزها البيضة دي نكسرها في كوباية او في طبق، وهنحط عليها حوالي معلقتين كبار سكر. بيضة معلقتين كبار سكر، طبعا بيضة يعني فانيليا، لازم كيس فانيليا عشان يديها ريحة. كيس الفانيليا ده 58 قرش تقريبا، التكاليف كلها بسيطة. الكيس ده بجنيه ونص، مش هنحطه كله، هناخد منه نص معلقة او زي ما احنا عايزين نعلي الكيكة بتاعتنا، تقريبا نص معلقة شاي. كده خلصنا كل المقادير بتاعتنا. افكركم بالمقادير: بيضة واحدة وكيس فانيليا ونص معلقة بيكنج بودر، وبنبقى مجهزين لبن او لبن بودرة، يا معلقة لبن بودرة او لبن عادي، وبنضرب السكر مع البيضة. الخلاط موجود، محبتش استخدمه، بالشوكة اهو هنضرب البيضة كده في الكوباية نص دقيقة، ونبدأ نزود اللبن واحدة واحدة. واحنا عندنا معلقتين دقيق ومعلقه زيت. قلل الزيت. كل اللي عندنا معلقتين دقيق ومعلقه زيت. اي باقي شوكولاته عندي او كيك قديم من اللي بيقولوا لادي ياكلوا. خلاص هي دي كده، المفروض بيضربوا ده في الخلاط بياخد 5 دقايق، ما خدتش دقيقه واحده. هنبدا نزود الدقيق، الزيت، معلقة زيت اهي، هنخلي منها نقطة واحدة ندهن بيها الكوبايات كده عشان ما تلزقش معانا في الكوباية. الزيت ممكن نستبدله بسمنة، طبعا كل الستات اشطر مني وبيعملوا كيكة على طول، لكن احنا الفكرة اننا بنعمل ببيضة واحدة. هي الكيكة اصلا بتتعمل ببيضتين دلوقتي الثلاثة، حط معلقتين دقيق، ولو كيكة كبيرة خالص بنعملها ب4 بيضات. وفي الصوم بنستبدل بدل البيض في نوع من الطحين اسمه نشا، بنستبدله
بالدقيق بالبيض، كل بيضة بنحط بدلها معلقة نشا كبيرة، هما معلقتين دقيق فقط لحد ما الكيكة بتاعتنا تبقى كويسة. لسه محتاجة دقيق تاني، شكرا، محتاج دقيق تاني. حطينا كمية سكر كويسة، لو واحد مستعجل عايز يفطر طفل بدل ما نعمله البيضة بالجبنة بالطريقة، المهم انه ياخد الفكرة نفس الفكرة. لو حبينا نزود دقيق تاني، طبعا انا اضطريت ازود دقيق لان حطيت اللبن كله، ما كانش المفروض احط كمية اللبن دي كلها. دول تقريبا يعملوا 4 فناجين ل4 ضيوف، يعني لو عندنا 4 ضيوف خلال 7 دقايق وهم قاعدين معانا ممكن يتفرجوا عليها وياكلوها معانا، ويعملوا من الفناجين الصغيره دي حوالي 10 فناجين مثلا، كل كل واحد ياخد قطعه كانها تبقى قطعه سكيكه صغيره، ممكن 6 فناجين من دي يكفوهم بالراحه. احنا هنملى لحد تلت المج تقريبا، المج عشان يستحمل الميكرويف. طيب لو في حد مش عنده ميكرويف يعمل ازاي؟ لو في حد مش عنده ميكرويف هيعمل بطريقه بسيطه، ده هنزود عليها الشوكولاته دي، بواقي شوكولاته عندنا، او نزود كاكاو نص جرام معروف طبعا الكاكاو بالجميع. هي بتاخد بالظبط 5 دقايق في الميكرويف، لو ما فتحناش خالص تبقى عالية وجميلة جدا وممتازة، ما بتزيدش عن 5 دقايق. ده كمون حصى، ده شعير، شعير بلدي عادي خالص، ده حلو جدا للكلى. لو عندي ده كركديه ورقة واحدة، وبنحط كمان ده مفيد قوي للجهاز التنفسي، الدبوس ده انا ناسي اسمه. الكيكه ابتدت تعلى خالص، بس طبعا مش واضحه معاكم هنا، لكن هي عيت خالص خالص. ركز معايا في الخلطه يا استاذ. ادي ربع معلقه كركم، ربع معلقه جنزبيل، ربع معلقه قرفه. لو حد يحب الكاكاو يغير الطعم معاهم، مفيش عسل جميل جدا، بس بحط العسل عند درجة حرارة 50 مثلا، اول ما استحمل احطه على بقي. لو في حد ما يحبش العسل الاسود يحلي بالعسل، العسل الابيض يحلي بالعسل الاسود، ما يحبش العسل الاسود يحلي بالسكر. الخلطة هتخلص تقريبا مع الكيك، يبقى المشروبين مع بعض خلصنا 13 نوع. ده مفيد جدا للصدر، هفتكر لكم اسمه، انتم بتحطوه القرنفل ده بتحطوه على سنتكم لما تبقى وجعانكم، مفيد جدا للذوق. كاتل فصل ممكن اغليه تاني، ده كاتل مخصص عندي للخلطه، خلطه جاهزه. وبعد ما نصفي الخلطه كده واحده واحده على الحاجات اللي في الكوبايه عندنا، نبدا نقلب خالص كده. الخلطه جاهزه، انا سايتها لناس كتير من ضمنهم اطفال، والاطفال دول بيبقوا ذواقين قوي. انت قلبت المج، حسب الله ونعم الوكيل، ويا ريت بفايده.
صعب قوي ان ينسي طفل الانواع دي كلها، لكن عجبتهم الحلبة على القرنفل على الخلطة دي كلها، مفيدة ومغذية. ولو عندنا حلبة مطحونة يستحسن نحطها كمان. بعد ما بتبرد خالص بنزود العسل النحل، يعني اما استحمل اشربها، عشان العسل لو اتحط عند درجة غليان 100 بيفقد الفوائد اللي فيه، بيتحول لسكر. كده الكيكة خلاص هي عليت ونزلت تاني. ليه؟ انا لسه على فكرة عاملها دلوقتي كانت عالية، لكن ممكن يكون الكمبودر اللي انا حطيته اقل. ادي الكيكة بتاعتنا، نجيب لكم طبق ووريها لكم. بيضة واحدة. انا المرة فاتت عملتها 4 دقايق عشان كده كانت عالية زيادة عن الطبق. عموما ادي الكيكة، دي البيضة، ودي اللي حطينا عليها الشوكولاتة. وبالهنا والشفا. الكمية البيضة انا عاملها دلوقتي من 5 دقايق، كان عندي ضيوف مالينا الكوبايتين دول للاخر، لكن واضح ان انا حطيت دي قليل، يعني ممكن تاخد لحد 4 معالق دقيق. بالهنا والشفا خلطة والكيك. بالهنا والشفا. 5 دقايق بالظبط. بيضة واحدة، فكركم بالمقادير، بيضة واحدة وكيس فانيليا ونص معلقة بيكنج بودر ومعلقتين دقيق ومعلقتين سكر ومعلقة زيت او سمنة. وخلاص كده حطينا كل حاجة، الكاكاو اختياري والميكرويف. لو مش عندي ميكرويف هعمل ايه؟ هحط الكوباية دي في قلب حلة صغيرة، وتبقى الحلة دي املاها مية لحد هنا، واغطي الكوباية كويس، واغطي الحلة بغطا واغلي المية، واحط الكوباية على البوتاجاز يعني في قلب المية المغلية، هتغلي وهتديني نفس النتيجة اللي انا شايف. لو انا شايف السوا بتاعها محتاج يدخل الميكرويف تاني او فرن يبقى كويس. كل سنة وانتم طيبين. حبيت اعيد عليكم كده، في احنا في اليوم الثاني لعيد الغطاس، بكرة اليوم الثالث فريحي. صحيح هنصوم بس مفيش صوم انقطاعي بكرة الجمعة. نشوفكم بخير، وكل سنة وانتم طيبين. تصبحوا على خير. والاكل في الزمن ده بسرعة بيسوي بيسوي بيسوي. ناقص كمان يقول في اخر الفيديو فضلا وليس امرا، اضغط لايك واعمل اشتراك في القناة ليصلك كل جديد. واضح ان الفراغ وحش وحال الكهنة يحزن، لدرجة انه عمل فيديو بيشرح فيه طريقة عمل الكيك. انتظرونا في الحلقة القادمة مع فضيحة القس دوماديوس اللي اشتغل شيف وهو بيعترف بامتلاكه عقارات واراضي بملايين الجنيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.